السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخيرات والطاعات والمسرات. أيها الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعني بكم على مائدة كتاب الله تبارك وتعالى في مجالسنا الموسومة بتأملات في آيات، في مجلسنا السابع بعد 106 والألف، وهو المجلس 93 بعد 200 من مجالس زبدة التأويل الأثري من مختارات الإمام الطبري، مع الجزء الأول من الآية 94 في قوله تبارك وتعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: وهذه الآية مما احتج الله بها لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم على اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره، وفضح بها أحبارهم وعلماءهم. لماذا فضح بها أحبارهم وعلماءهم؟ قال: وذلك أن الله جل ثناؤه أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعوهم إلى قضية عادلة بينه وبينهم فيما كان بينه وبينهم من الخلاف. إذن كان خلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود الذين وجدهم في المدينة، فالله عز وجل أمره أن يدعوهم إلى قضية عادلة، لأن الله عز وجل حكم عدل قسط سبحانه وتعالى. كما أمره أن يدعو الفريق الآخر من النصارى إذ خالفوه في عيسى صلوات الله عليه وجادلوا فيه إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة. يعني ربنا سبحانه وتعالى الحكم القسط العدل الذي لا يظلم أحدا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعدل مع اليهود وأن يعدل مع النصارى. أن يعدل مع اليهود كيف؟ أن يعدل مع اليهود يدعوهم إلى هذه الدعوة التي سنتكلم عنها، والنصارى الذين جادلوا في عيسى عليه السلام دعاهم إلى المباهلة التي سنتكلم عنها إن شاء الله في آيات سورة آل عمران في قوله تبارك وتعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهذه المباهلة، المباهلة مع النصارى. وقريب من المباهلة شبه المباهلة وهو الدعاء، لأن المباهلة الدعاء. ثم نبتهل إلى الله، أي ندعو الله. وهذا مع اليهود أيضا شبه مباهلة وهي الدعاء. إيش هو الدعاء؟ ما هو الدعاء؟ أن يقول لهم تمنوا الموت فقط، تمنوا من قلوبكم الموت. وقال لفريق اليهود: إن كنتم محقين، أي فيما تزعمون من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم قالوا أنه نبي لكن ليس لنا، نبي للعرب وليس لنا. فبعض اليهود وبعض النصارى يقرون بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ليست لهم، يقرون بنبوته للعرب خاصة وليس للعالمين وليس للناس كافة وليس لمن كان عنده كتاب من قبله. فقال لفريق اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا الموت فإن ذلك غير ضاركم إن كنتم محقين.
فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله. قالوا نحن أحبناء الله وأحباؤه، بل إن أعطيتم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها والفوز بجوار الله في جنانه، إن كان الأمر كما تزعمون أن الدار الآخرة لكم خالصة دوننا، وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن معاشر المؤمنين والمسلمين المحقون في دعوانا، وانكشف أمرنا وأمركم لهم عدل، فقد تمنوا الموت. فامتنعت اليهود من إجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك. لماذا؟ لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت، فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها. هم يعلمون يقينا أنهم لو تمنوا الموت لهلكوا في الدنيا وخسروا الآخرة. كما امتنع فريق النصارى، طبعا هؤلاء النصارى كانوا جاءوا من بلاد نجران في شمال اليمن، والآن في هذه الأيام في جنوب السعودية، لكن اليهود هؤلاء كانوا في المدينة وحول المدينة في خيبر وفي أم القرى وفي وادي القرى، فامتنعوا عن تمني الموت، كما امتنع فريق النصارى الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عيسى إذ دعوا إلى المباهلة من المباهلة، أي امتنعوا من المباهلة. فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. يعني لو النصارى باهلوا لرجعوا إلى أهليهم لم يجدوا أهلا ولا مالا، ولو اليهود تمنوا الموت لماتوا جميعا ولا رأوا مقاعدهم من النار. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى عن هذا البلاغ: حدثنا بذلك أبو كريب قال حدثنا زكريا ابن عدي بسنده عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والضياء في المختارة وغيرهم كثير، وهو حديث صحيح كما قال شيخنا شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليه. قال أيضا ساق شاهدا لهذا الحديث المرفوع أثرا موقوفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. الريق هو الذي في الفم، هذا المساق، يعني أنا الآن أبلع ريقي، فهم لو برع أحدهم ريقه لمات لو تمنوا الموت. فهمتم؟ أنا الآن أبلع ريقها، لو هم تمنوا الموت يبلع ريقه يموت. ثم ساق بسنده عن عكرمة في قوله عز وجل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال ابن عباس لو تمنى اليهود الموت لماتوا. ابن عباس في الأثر الأول بيّن أنهم لشرقوا في ريقهم، وعكرمة في أثر نقله عن ابن عباس في الثاني ما ذكر الريق، إنما ذكر الموت مطلقا. أما أثر ابن عباس الأول مقيد بإيش؟ بالشرق بالريق. ثم ساق بسنده عن ابن عباس سند ثالث مثله، أي مثل الأثر الذي ساقه عن عكرمة عن ابن عباس. ثم ساق بسنده سند الرابع هنا عن ابن عباس
قال لو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على ظهر الأرض يهودي إلا مات. يا ليتهم تمنوا ذلك لارتحنا من شرهم، وسنرتاح إن شاء الله من شرهم بإذن الله سبحانه وتعالى الذي وعد أننا سنرتاح من شرهم قريبا إن شاء الله. قال أبو جعفر فانكشف لمن كان مشكلا عليه أمر اليهود يومئذ كذبهم وبهتهم وبغيهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وظهرت حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحجة أصحابه عليهم، ولم تزل والحمد لله أي الحجة ظاهرة عليهم وعلى غيرهم من سائر أهل الملل إلى يوم القيامة. وإنما أمر رسول وإنما أمر يعني الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، يعني سبب نزول الآية. قال لأنهم فيما ذكر لنا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم إن كنتم صادقين فيما تزعمون فتمنوا الموت. فأبان الله كذبهم بامتناعهم من تمني ذلك، وأفلج حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هم لا يتمنوا الموت أبدا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، المهم يبقوا أحياء، بينما هذه الأمة تحب الموت أكثر مما هم يحبون الحياة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. إذن أبو جعفر رحمه الله تعالى ساق في هذه هذا الجزء من هذه الآية 94 حجة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم على اليهود، وهي أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في دعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن لهم الدار الآخرة من دون الناس. كما أنه ساق ما يقاربهم من المباهلة مع النصارى، وبين أبو جعفر رحمه الله تعالى أن اليهود امتنعوا كما أن النصارى امتنعوا من المباهلة، اليهود امتنعوا من التمني والنصارى امتنعوا من المباهلة. وساق على ذلك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو تمنوا الموت لماتوا، وساق آثار عديدة عن ابن عباس أنهم لو تمنوا الموت لماتوا، و بين أبو جعفر رحمة الله عليه أيضا سبب نزول هذه الآية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وننتقل بكم مباشرة إن شاء الله إلى مجلسنا في شرح الشرح الصحيح المفهم لمختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقد قرأنا بالأمس حديث مجلسنا هذا، وهو المجلس الأول بعد 104، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان لأبي طلحة، أبو طلحة عمه زوج أمه، لأنه أبو أنس بن مالك مالك بن النضر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، وكان هو نصراني على النصرانية، خرج من المدينة وتوجه إلى الشام، ومات في الشام كافرا. أبو أنس بن مالك مالك بن النضر مات في الشام كافرا على النصرانية، بينما أخوه عم أنس بن مالك الذي سمي أنس عليه أنس بن النضر فيه وفي أمثاله
نزل قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. فشوف الفرق بين أنس بن النضر وبين مالك بن النضر. أنس بن النضر غاب عن بدر، ولكن قال: لئن أدركت يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أفعل. ففي يوم أحد قاتل حتى استشهد رضي الله تعالى عنه، ووجدوا فيه 74 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، بحيث تقطع، لم يعرف، لم تعرفه إلا أخته الربيع بنت النضر، عرفته ببنانه، يعني بجزء من الأصبع، هذا البنان، هذا بنان، وهذا بنان، وهذا بنان، وهذا بنان، عرفته من بنانه، كأنه كان في بنانه علامة في ظفره كذا، عرفته منه. وإلا من شدة الضربات التي كانت فيه كان قد تغيرت معالمه. فأنزل الله عز وجل فيه: من المؤمنين رجال صدقوا. فأم أنس كنيتها أم سليم، واسمها الرميصاء بنت ملحان، أخوها حرام بن ملحان هو أيضا شهيد بئر معونة الذي أنزل الله عز وجل فيه لما ضرب بالرمح في صدره أو في ظهره، فنفذ من صدره أو من ظهره، قال: فزت ورب الكعبة، اللهم أبلغ نبينا عنا أنا قد لقيناك فرضيت عنا، رضينا عنك ورضيت عنا. وهذا القرآن كان يتلى ثم نسخ. فأخوها شهيد، وابنها أنس بن مالك كان عمره 10 سنوات لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءت به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أنيس، تصغير لأنس يعني، أنيس خويدمك، فادعوا له بالبركة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم أطل عمره وبارك له في ماله وولده وأدخله الجنة. فأنس عاش إلى 90، إلى 93، ويعني جاوز، لأنه قبل الهجرة 10 سنوات وبلغ إلى 93، يعني بلغ جاوز 100 ب3 سنوات. وكان يقول: دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات، رأيت منها 2 وأنا أنتظر 3. دعا لي أن يطيل الله في عمري فقد جاوزت 100، وأن يبارك لي في مالي وولدي فقد دفنت من ولدي بيدي 100، هذا الذين دفنهم، فكيف بالأحياء؟ فهمتم؟ وإن بساتين الناس تثمر في السنة مرة، وبستاني يثمر في السنة مرتين، وأنتظر 3. إيش هي 3 لقمان يا آدم؟ أن يدخله الله الجنة، أن يدخلك الله الجنة معه أيضا، أن يدخلنا جميعا الجنة. طيب، فأنس أمه لما يعني يحدثنا عن هذا الحديث أنه كان له أخ صغير من أمه مريض، وأبوه ذهب في غزوة، أبو طلحة، لأنه أم أنس تزوجت أبو طلحة بعد ما ذهب زوجها الأول مالك بن النضر، جاء أبو طلحة يخطبها وكان مشركا، فقالت له: مثلك لا يرد يا أبا طلحة، ولكن أنا مسلمة وأنت مشرك، ولا أحل لك ولا تحل لي، فإن أسلمت تزوجتك. قال: أسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالت لأنس: يا أنس، زوج عمك. فزوجها ابنها يعني وليها، فهمتم؟ فكانت أعظم النساء مهرا. إيش
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هاي باقية، كل أعمال أبو طلحة بعدها لها، ولو أعطاها مال الدنيا كله ذهب، أليس كذلك؟ وكان من الأبرار رضي الله تعالى عنه لما قرأ قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، كان له مقابل المسجد بستان رائع فيه آلاف النخيل وفيه بئر ماء عذبة يدخله النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منها ويتوضأ منها ويصلي في البستان، فكان أبو طلحة يحب هذا البستان كثيرا، من لا يحب مثل هذا البستان؟ فلما قرأ قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء، البستان هذا اسمه بيرحاء، وإني سمعت قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهو في سبيل الله فاجعله يا رسول الله حيث شئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعله في الأقربين، فجعله في أقاربه منهم أبي بن كعب ومنهم نفر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أعطاهم وزع البيرحاء هذا وزعه عليهم. فكان في غزو وكان له ابن مريض وكان قلبه مشغول عليه، مات الطفل هذا الصبي الصغير الرضيع توفي، جعله الله فرطا لوالديه. أم سليم امرأة عاقلة، فلما جاء أبو طلحة قالت لأهله لا تخبروه أن ابنه مات، أنا التي أخبره. فلما جاء صنعت له العشاء وتصنعت له، فأتاها كما يأتي الرجل زوجته، ثم بعد أن انتهى سألته قالت أرأيت إن كان عندنا عارية لأحد فجاء يطلب عاريته ألنا أن نمنعه عاريته؟ قال لا. قالت إذن فاحتسب ابنك. فهمت ولا ما فهمت؟ يعني أنا أعطيك هذه عارية ثم أطلبها منك، هل لي أن أطلبها أم لا؟ لا، لي أن أطلبها، أنا ما أعطيتك هبة، الهبة ليس لي أن أطلبها، أما العارية أعيرك إياها، ألم أعك دبابي قبل أيام؟ أعرتك على دبابي تذهب به أم لا؟ لم أهبك إياه لكنني أعرتك إياه، فأطلب دبابي، هل لي أن أطلبه أم لا؟ وهل لك أن تمنعني؟ أيوة. فقالت له أرأيت إن كان عندنا عارية لأحد فأرادها هل لنا أن نمنعه؟ قال لا. قالت إذن فاحتسب ابنك وار الصبي، يعني ادفنوه. فهو غضب فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وشكى له ما حدث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما، فبقيت من هذه الليلة حامل فولدت، فلما ولدت أعطت المولود لأنس وأعطته تمرات وقالت له اذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، عرفت وين حجره؟ أيوة، وضعه في حجره و أخذ تمرات يمضغها ويضعها في فمه والغلام يأكل التمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنصاري يحب التمر، في ابن أخت إلي اسمه أنس أستاذ الآن في قطر، لما ولد أكل ما أجري 12 أو 13 تمرة من كثرة ما يحب التمر، أنا كنت أحنكه.
ولي ابنة دكتورة الآن الله يرضى عليها، وضعنا لها التمرة قبل أن نحركها والنواة فيها لا زالت، بلعت التمرة بالنواة في ساعتها الأولى، فلكن ما شاء الله عنها، عبقرية. تعرفوا يعني إيش عبقرية؟ يعني العلامات فول مارك، العلامات كاملة. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ودعا له، فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له وتسميته عبد الله، قال أنس فرأيت 9 من أبنائه يحفظ القرآن، من أبناء عبد الله هذا يعني أبناء أخيه، على رأسهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من رواة الحديث مشهور. فلذلك قلنا فيما سبق أن تسمية عبد الله مباحة، فإذا قصد بها السنة فهي سنة ومستحبة وله على ذلك الأجر، وأن من سمى عبد الله بهذه النية مأجور، ولعل أبناءه يكونون كأبناء عبد الله ابن أبي طلحة. بارك الله لي ولكم فيما قرأنا وفيما سمعنا، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في مجلس آخر، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.